هذا الملجأ قبر, قبر عبارة عن قبر. كثر الضرب علينا ما بقى ينقعد في البيوت, حفرنا هالملجأ وقعدنا ليك هيمونتنا وأكلتنا كلياتنا قاعدين هون وناكل ونشرب. رغم بيجوا بالعالم بيقولوا يطلع الخيام, الخيام أسوأ بألف درجة. الخيام لا فيها إغاثات ولا فيها أكل ولا في شرب ولا في منظمات ولا في هاي, ما هي شيء. بدنا هالناس, بدنا هالعالم, بدنا الدول الصديقة, بدنا الأمم المتحدة, بدنا كل العالم يحترك يشوف وضع أهل جبل الزاوية, أهل إدلب بشكل عام. يعني هلا أولادي عايشين لحالهم, لا في عنا لا في أولاد يلعبوا معهم, ولا في مدارس, كلها مهدمة, الضيعة كلها مهدودة, مدارس ما في, مستوصف ما في, مستشفى ما في, حياة تعيس كثير.